ليش ماكو التفاته من قبل وزاره التربيه لنادي الكرخ؟ ممكن نعرف يعني رساله الاستاذ وزير التربيه، نتمنى انه يوضحونا يفهمونا شنو سبب عدم دعم نادي الكرخ. الخلل برئيس النادي، عندكم خلل شخصي ويا احد الاشخاص بالنادي، ما ممكن انه اليوم نادي الكرخ يبتعد عن الدعم المادي. نريد نعرف انه 4 سنوات ب 300 مليون، اليوم عقد لاعب واحد باحد الانديه 400 مليون، 400 مليون بنادي واحد، او لاعب واحد بنادي جماهيري. هذا نادي الكرخ بلاعبين خرجوا منه، لاعبين كان رقم صعب بالدوري الممتاز. يعني شنو السبب؟ ممكن اكو سبب مع الاداره، يجلس الوزير ويا الاداره ويخلي النقاط على الحروف. هذا النادي انبنى ورممه وعاد انشائه وساعه ودخل من ضمن التراخيص، ليس دفاعا عن نادي الكرخ او عن اداره الكرخ، بس احنا نتحدث بالحقيقه. اليوم من نشاهد نادي الكرخ بهاي الجماليه وبهاي الصوره، ما لنا شغله بالشخوص. نادي الكرخ حتى كان اكو مدرسه كرويه بي، واعتقد لا زالت اكو مدرسه ولاعبين، شلون يكون دعم هاي المدرسه؟ شلون يكون دعم هاي اللاعبين؟ نادي الكرخ بيسله عقود المدربين واللاعبين. احنا اليوم نشوف بقيه الانديه، الكهرباء والنفط والشرطه بكره السله، بصراحه عقود يعني ليست بالسهله، لكن نادي الكرخ ما وصل اليه. نتمنى من خلال قناه الديار وزير التربيه، تحياتنا اليه، يسمع هاي المناشده من قبل يعني اداره الكرخ. يعني فقط هم اليوم يريدون مستحقاتهم، ويجب ان تعطي مستحقاتهم. ممكن اليوم هو الفريق مو بالدوري، بس حتى يتاهل يصعد للدوري. اليوم بي كثير من الرياضات نادي الكرخ بناء وعمار، ووعدتوهم انه تنطوهم دفعات، لكن كل شيء ما وصل. 300 مليون على لسان رئيس الهيئه الاداريه النادي الكرخ الاستاذ شرار حيدر، 300 مليون على مدار 4 سنين. ما ممكن فريق بحجم نادي الكرخ تكفيه 300 مليون على مدار 4 سنوات، ما ممكن. رساله الى وزير التربيه، نتمنى انه تكون التفاته لهذا النادي، نادي ضم كثير من النجوم وخرج كثير من النجوم واحتضن كثير من النجوم. نتمنى من جنابك الكريم معالي وزير التربيه انه تكون لك التفاته نحو نادي الكرخ والوصول الى امر ممكن تحل قضيه هذا النادي. بصراحه روح المتابعه اخرى، وهي سحب بطولة غرب آسيا للأندية من العراق لكرة السلة. كان من المفترض أن تكون في بغداد، لكن يوم أمس تلقينا خبر أنه البطولة انسحبت من العراق. شنو السبب؟ يعني إحنا اليوم تنضل ويا أخوة يوسف الطعن هذا، ليش؟ شبي العراق؟ مو دا يجون الأساطير، مو دا تجي الدول تلعب عندنا، مو جتي الاردن، مو جتي سوريا لعبوا عندنا، احنا وين يعني؟ بصراحه انا اشيد على ايد رئيس الاتحاد اللي قال انه اذا البطوله ما تكون بالعراق احنا بعد ما نشارك باي بطوله خارج العراق. هذا اعتقد اذا يستمر على هذا القرار او يصدر بيان رئيس اتحاد السله الاستاذ حسين العميدي، بصراحه هذا قرار شجاع، لان احنا متوقعين انه البطولة ومقررين انه تكون بالعراق. شنو السبب ما تكون بالعراق؟ ايش عندكم ويا العراق؟ لبنان ما تقبل تجي، الاردن ما تقبل تجي، ليش؟ ليش من نقعد ونحكي كلكم تسوون نفسكم تحبون العراق؟ ليش من يصير صدق كلكم تصيرون ضد العراق؟ ايش وقت يعني، ايش وقت يعني تحسون بالعراق بشعبه؟ ايش وقت تخلون يدكم بيد العراق؟ يوم 27 بالشهر راح تجي السعودية تلعب بالعراق، المنتخب السعودي. ايش عندنا؟ خلي يجون يشوفون بالبصرة ايش راح يصير. خلي يشوفون مباريات الدوري بملعب الشعب والحضور الجماهيري اللي يصير. ممكن يصير اخفاقات، ممكن يصير حالة سلبية، لكن لشخص، مو لجمهور كامل. احنا منعم على الكل، اكو اشخاص ممكن تصرفات طفولية.
لكن احنا ما نحسب على هاي التصرفات. ممكن مخرجنا تأمن لنا الاتصال ويا رئيس الاتحاد حسين العميدي، لكن بصراحة مشاهدينا الكرام محور حلقتنا لهذا اليوم بالأخص يخص نادي القيثارة. مبارك الجماهير القيثارة الفوز يوم أمس بأربعة أهداف على نادي النجف. بصراحة مباراة جميلة، قدم فريق الشرطة أداء أكثر من رائع، ربما هاي راح تعطي دافع معنوي المباراة الثلاثاء اللي راح تكون مع نادي الطلبة. فريق الشرطة يمر بوضع نقدر نقول ممكن صعب، غياب رئيس النادي، استقالته، لا زال الأمر مبهم، راح يرجع رئيس النادي، باقي رئيس النادي، أكو ضغوطات على الفريق، هل هذا هو مستوى الفريق؟ هذا كله راح نعرفه من خلال ضيفنا المتواجد ويانا واللي دائما ما يتحدث بالصراحة، لم يخشى أحد، ودائما ما يكونون ضيوف المشهد الرياضي يسيرون على هذا النهج. نرحب بالكابتن ومساعد مدرب الشرطه كابتن احمد صلاح، حياك الله كابتن احمد. اهلا وسهلا بك حبيبي استاذ نبيل، الله يوفقك ان شاء الله، وان شاء الله تكون حلقه ممتعه استفاد منها الناس المتابعه لهذا البرنامج الجميل. اشكرك بتواجدك ومبروك لكم الفوز البارحه. الله يبارك فيك. البارحه الفوز شلون شفت، يعني شلون شفتوه انتم؟ جمهوركم مرتاح من هذا الفوز؟ لو تريدون مباراه الطلبه والجويه. بسم الله الرحمن الرحيم، بالطبع يعني تعرف انت كل مشاهد وكل متابع لنادي الشرطه اكو احنا تصير بعض الفترات يعني يصير اداء غير 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 جيد، لكن هذا ما يمنع بان احنا نقدم كره حديثه. تعرف احنا اليوم على راس الهرم المدرب البرازيلي باكيتا يحتاج له وقت، يحتاج له كثير من الامور حتى يوصل الجاهزيه لمعايشه اللاعب وواقع اللاعب العراقي. تعرف احنا اليوم لاعبنا غير اللاعبين، يعني خلينا نكون صريحين، يعني احنا اليوم لاعبنا يحتاج وقت حتى يفهم افكار المدرب، افكار المدرب كمدرب اجنبي. اكيد طبعا انا اقصد على باكيتا، مو اي مدرب اجنبي، انت اليوم يجيك مدرب حجم باكيتا وكافكار باكيتا اليوم يحتاج له وقت اللاعب العراقي. فانا اعتقد يعني اخر ثلاث مباريات اربع مباريات استوعب لاعبنا ما يريد من عند المدرب، الانسجام ابدا واضح. يعني حتى في مباراه الزوراء احنا ما كنا سيئين، يعني الفريق كان جيد، لكن تعرف مباراه لها حساسيتها، مباراه جمهور، مباراه جماهيريه بين فريقين ينافسون على اللقب بالاضافه الى الفرق البقيه. انا اعتقد رايي الشخصي الفريق بدا يؤدي، بدا ينسجم، وان شاء الله المستقبل قريب راح يكشف عن هذا الاداء ان شاء الله. الاتصال جاهز مع رئيس اتحاد السله استاذ حسين، حياك الله. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله استاذ حسين، واشكر مداخلتك لتوضيح عن امور كثيره، اهمها انه اليوم سحب بطوله غرب اسيا للانديه من العراق، شنو السبب؟ ممكن توضح لنا؟ قطع الاتصال، ممكن تعاودون الاتصال. كابتن احمد نرجع. اليوم الجمهور يتساءل عن اياد بنيان، الاستقاله خلص انه قدم استقاله، لو اكو امر بالعوده؟ لا اليوم انا يعني اجي من احكي بالامور الفنيه، هاي الامور صح احنا نسمع، يعني ثق واعتقد بالله، انا ما اعرف اي شيء عن هاي الامور، وانما انا اعرف من يعني حالي من حالك يمكن بالتواصل الاجتماعي. ما احب ندخل بهاي الامور، احنا عملنا فني بحت ما لنا علاقه بهاي الامور، لكن اللي انا اعرفه يعني قريب على النادي وقريب على اخوه بالاداره، اعتقد يعني الاستقاله الحجي رجع، يعني انا حسب ما سمعت يعني، وعنده دراسه اعتقد مسافر هاي الايام، راح يرجع هاي الايام القريبه، وان شاء الله ماكو مشكله، ما اعتقد اكو مشكله. بعد انا هذا اللي سمعته بعد زين. الحقائق ما اعرف. كابتن احمد بصراحه اثرت هاي على الفريق، عليكم ككادر تدريبي هاي الامور، قضيه الاستقاله، موضوع رياض عبد العباس، اثر على النادي؟ احنا اليوم خاصه اني، يعني انا يمكن العراقي، انا وكابتن نوري عبد الزيد مدرب الحراس، احنا نكون دائما بالواجهه على اعتبار احنا عراقيين مع الفريق. فأنا من واجبي أشيل هاي الأمور عن اللاعب، يعني أشتغل أكثر شيء نفسيا على اللاعب، هاي الأمور تأثر، لكن أنا برأيي الشخصي ما أثرت ولا 1% على الفريق ولا راح تأثر بوجودنا. لكن نعاود الاتصال. ألو حياك الله أستاذ حسين. ألو. نعم أستاذ حسين، ممكن تحدثنا عن البطولة اللي تم على اساس انه تكون اقامتها ببغداد
ولكن اليوم نشاهد أن البطولة راح تقام في عمان بالأردن. ممكن تحدثنا عن آخر الأمور؟ لحد الآن بنقل البطولة من بغداد إلى عمان، وإنما بسبب اعتراضات بعض الأندية وخاصة الأندية اللبنانية أنه تخوفهم من حضور بغداد بسبب الانفجارات الأخيرة اللي حدثت في الطيران وغيرها، بدأوا يشكون من اتحاد غرب آسيا. لذلك اتحاد غرب آسيا بدأ يعني نقول أنه يبحث عن مكان بديل، ففاتح يعني هل استطعنا هذا الكلام خلال التواصل الاجتماعي وفاتح الأرض حول موافقة أو إمكانية عمان. حقيقة عن التصرف الأمين عام غرب آسيا تكلمت معه عن حول انه هذا القرار غير صحيح، وانه احنا العراق يعني وضعنا امن، الدور العراقي بده يصير بشكل صحيح، دور كرة القدم ايضا بده يصير بشكل صحيح، وجود لاعبين محترفين كل نادي لاعبين بس استاذ حسين الحميدي، احنا عندنا خبر يكون حضور جماهيري كبير. كلمت يعني كثير عن هذه الامور يعني، وان شاء الله يصير خير بعد يعني، لحد الان ما متخذين قرار، بس هم تحت ضغوط يعني من الفريق اللبناني بصراحه حول عدم يعني استاذ حسين. بس احنا عندنا خبر انه هاي الاتحاد السله الاردني انه تعود بطوله انديه غرب اسيا للرجال الى صاله تنايل فحيص خلال الفتره من 12 الى 16 شباط القادم عفوا، ولقد علمت صفحتنا ان جهود تبذل لتامين مشاركه فريق اردني، وكان اتحاد غرب اسيا قد قرر مؤخرا نقل البطوله من العراق الى الاردن. هاي من موقع الاتحاد الاسيوي الخبر، قرار عفوا الاتحاد الاردني. الاتحاد الاردني لحد الان ما استاذ حسين، انت لا زال على قرارك انه اذا سحبوا البطوله انت بعد ما تشارك باي بطوله؟ لا زلت على قرارك؟ طبعا الاتحاد العراقي اخذ قرار انه في حاله نقل البطوله، وهذا القرار بلغناه للاتحاد غرب اسيا انه ما راح نشارك نقل البطوله من بغداد الى عمان. فقط في هاي البطوله لو بكل بطوله؟ لا احنا يعني حقيقه انا ما اقدر اتكلم بشكل عام، ولا ما اشوف رده الفعل شنو يعني، لان احتمال عدم مشاركتنا في هذه البطوله اعتقد انه راح البطوله تنهار، واعتقد ما راح تقام يعني، اعتقد انا يعني راح يكون رد كلش يعني على غرب اسيا. وقلت لك ما حد ما اتخذ قرار رسمي، احنا ما نبي نجلس قاعد بالامور، لازم نشوف الوضع شنو احتمال انه ان شاء الله يعني ان شاء الله انه يعني يعرفون عن قرار تبقى البطوله، لان قلت لك لحد الان ماكو كتاب رسمي وقرار رسمي يعني، ولحد البارحه يعني انا اتكلم قال لحد الان احنا ما اتخذنا قرار رسمي كاتحاد غرب اسيا بنقل البطوله. يعني ماكو قرار رسمي، لا زال الامر انه قائم تكون البطوله في بغداد. اقول لك يعني لحد الان انه القرار قائم البطوله في بغداد. نعم نعم
استاذ حسين العبيدي، انا اشكر اتصالك واشكر مداخلتك للجمهور انه حب توضح لنا وانت كنت متواجد ويانا. بصراحه انه ما افتهمنا من الاتصال انه راح يكون رفض للعراق انه يشارك في هذه البطوله اذا ما تمت البطوله في بغداد. هذا كلام من رئيس الاتحاد، وراح تكون لنا جوله بخصوص هذا الامر حتى نعرف اليوم منو يانا، منو علينا، من يحب العراق، من يكره العراق. نرجع المحور حلقتنا. كابتن احمد صلاح، بصراحه نتائج الفريق مقتنعين بها ككادر تدريبي؟ انتم اليوم الثاني. بالتاكيد طبعا، بالتاكيد احنا مقتنعين. الدليل احنا لعبنا 11 مباراه، فزنا في 8 وتعادلنا في 3، تعادلنا مع الميناء بالميناء، تعادلنا مع الزهراء، تعادلنا مع نادي الحسين في التاجي. اعتقد النتائج نوعا ما ايجابيه. يعني شنو السلبي بالموضوع؟ يعني انتم اليوم تمتلكون اكبر عدد من النجوم بالشرطه. لا، هاي المعلومه انا ما اوافقك بها الراي. كل الانديه الجماهير تمتلك باستثناء نادي الطلبه طبعا. نادي الجو يمتلك لاعبين منتخب، لاعبين نجوم. نادي الزهراء يمتلك لاعبين منتخب، لاعبين نجوم. ونادي الشرطه لا بقدر الشرطه واكثر من نادي الشرطه. من اللي يمتلك الشرطه؟ اذا اريد نقارن لاعبين الزهراء بلاعبين الشرطه، لاعبين الزهراء 13 14 لاعب هم لاعبين المنتخبات، يعني وين مش بالاضافه للاعبين المحترفين اللي هم اثنين من لاعبين المنتخب اللي هو المدافع اليسار ومدافع اليمين. احنا ما نريد نذكر اسماء بس. لا انا ما اذكر اليوم اليوم ما اذكر اسماء، لكن اوضح لك هاي المساله. بين لاعبين الزهراء هم من افضل اللاعبين بالعراق، لاعبين الجوي هم افضل لاعبين بالعراق، يعني وين المشكله؟ وانا اقول لك شنو اليوم حتى البدلاء اليوم افضل من الاساسي كابتن اليوم احمد صلاح. اليوم احنا شو نقول؟ احنا اليوم نقول اكو عن ما هجمه اعلاميه على نادي الشرطه. راح تقول لي ليش؟ احنا بكل الامور تطلع نادي الشرطه يمتلك المليارات، ونادي الشرطه يمتلك المن. اكو انديه ميزانات اكثر من نادي الشرطه. انا مو اختصاصي، لكن انا احكي لك يعني هاي يعني اللي اسمعه اللي اسمع من الناس الرياضيين، الناس المختصين بهذا المجال خاصه الامور الاداريه. يعني منو يمتلك ميزانيه فوق نادي الميناء؟ نادي الميناء يمتلك ميزانيه. اكو مشاكل ايضا. انا مالي علاقه، انا احكي عن الميزانيه. انا شو اقول؟ انا اقول احنا اليوم قبل كل مباراه يطلع الاعلام يقول نادي الشرطه والنجوم، نادي اوكي النجوم. احنا لعبنا، احنا اليوم بس نباع على اسم. اليوم كره القدم مو اسماء، اليوم كره القدم عطاء داخل الملعب. يعني كل المتوقعين بلعبه الزهراء والشرطه كل تقول نادي الزهراء والشرطه راح يغلب هواي. انا اضحك من اسمع هذا الكلام. يعني هذا كله اليوم احنا ضغوطات نفسيه على اللاعبين. لا اليوم توقع اليوم الاعلام ضد نادي الشرطه؟ مو ضد نادي الشرطه، انا ما قلت. البعض القليل، حتى لا تحسب عليه، البعض القليل من الاعلاميين الجدد مسوين هاي الامور على نادي الشرطه. وين يريد يوصلون؟ تسقيط يعني طبيعي. اليوم حسد عيشه وحسد رزق، ومثل ما انا اليوم مدرب توجهت لي كثير من التهم. رزق يعني اليوم انا اليوم اتهمت، يمكن انت اعتقد هم راح تسالني على المؤامرات، ولا مثل ما يمكن انا صار لي اربع ايام عايش بامور بحياتي ما عشتها. ومن السذاجه بين انا اكون بهذا الموقف، يعني حقيقه انا كلش متالم بالفعل. يعني بالفعل انه من بعض الكلام انه مؤامره احمد صلاح من بعض انا اشوف والله الكريم انا ما يعني ما استوعبت الموضوع الا من بعد ما قال لي المدرب دز عليه. انا ما اعرف الموضوع ولا اقرا. انا عندي 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 يعني عندي صفحه بس ما اطبقها على غير امور تختص بعملي، يعني ابغى امور تفيدني انا بعملي، يعني ما اضيع وقتي على امور ساذجه مثل هذا الشيء. المدرب صاحني مع المترجم قال لي يا واحد اثنين ثلاثه هذا الموضوع. انا ضحكت، اللي ما لك تضحك ولا ذاك تجاوب. انا بعد التمرين راح اجاوب. هو من واحد الرجل اجى المركز الخبري وحكى، اعتقد اذا عندكم طلعون المدرب ايش حكى. قال احمد صلاح مثل ابني، هو احمد صلاح اللي يعتمد عليه بالدرجه الاولى بالعراق، بالدرجه الاولى. يعني لا قال رئيس نادي ولا قال نائب رئيس نادي ولا قال فلان ولا قال فلان ابدا، ولا قال غير مدرب. قال احمد صلاح اللي اقرب واحد الي بالعراق من جيت لحد الان. يعني تعتقد هذا المدرب انا عندي هاي الثقه وانا اسوي عليه مؤامره؟ شنو انا عمري التدريبي مو كلعب، شنو عمري التدريبي بالنسبه لباكيتا حتى انا اوصل هاي المرحله؟ يعني اكو حتى لاعبين انه ما يريدون اليوم، يريدون غير مدرب. شوف احنا اليوم بالنسبه للاعبين كل احنا نحكي على مستوى انديتنا، ما راح اطلع برا، نحكي على مستوى العراق. من المستحيل تلقى 20 25 لاعب يريدون المدرب، مستحيل.
مستحيل يعني يجيب لي مدرب. شنو السبب كابتن؟ عادي اي لاعب اليوم كثره مثل ما قلت انت كثره النجوم بالفريق وكلها تريد تلعب، هاي تسبب لك نوعا ما من امور، بس هذا بس هاي الامور المدرب هاي متجاوزها باحترافيته. المدرب متجاوز هواي امور، يعني انت تصور انت المدرب يعرض افلام ما لها علاقه بكره القدم في سبيل توصيل فكره للاعب على الانسجام والروح وهاي الامور كلها، الامور النفسيه، يعني يشتغل بالجانب النفسي اكثر من الامور التكتيكيه الان مع الفريق، يعرف اللاعب مستوى عالي، كثير من الامور يعني يتكلم بها المدرب يمكن مخفي عن خافي عن الشارع. اذا الكلام اللي سمعناه صحيح عليه، لا انه باكيت امكانيته اكبر من اللاعبين اليوم. مو امكانيته هو اللي يوصل حاله، هاي الحاله يوصلها اللاعب يراد لها وقت. احنا اليوم لعبنا ايضا لعبنا محترم بالرياضيين بالشرطه اليوم مثله وانديه ومنتخبات ولعبوا حتى باحترام. انا وياك احنا اليوم الواقع اللي نعيشه، حتى ما اتفلسف بالرياضه، احنا اليوم الواقع اللي نعيشه، احنا البلد الواقع اللي يعيشه بلد يحتاج لنا هواي من الزمن حتى نوصل افكار باكيتا ومدربين مثل باكيتا، يحتاج لنا وقت. مو عيب بالعكس، احنا بلد ما متطور بالمسائل الرياضيه، بنى التحتيه والملعب ما متطورين احنا. شنو المعيب ان انا اقول يراد لي وقت حتى اوصل العقل باكيتا كمدرب، كفكر المدرب يحتاج لنا وقت. وان شاء الله انا برايي الشخصي لاعبينه ولاعبين نادي الشرطه بداوا يعني هاي الثلاث الاربع الاخيره بداوا يستوعبون نوعا ما فكر المدرب. مباراه الطلبه والله اتمنى يعني نحقق نتيجه طيبه ترضينا يعني كمدربين، وصح الطلبه في وضع لا يحسد عليه، نتمنى ان شاء الله يرجع الطلبه الى سابق اوان مثل ما كنا لاعبين حقيقه بالطلبه، نتمنى ان يرجع، نتمنى ان يعني يصعد على المنصات، لان ما يستاهل الطلبه اللي يصير فيه حقيقه. احنا نتالم عجب ماكو وقفه من احمد صلاح اليوم فقط، كلها تقول ونس محمودي ونس، بس انتم اللي مثلتوا النادي، ليش ما لكم وقفه ويا هذا الجمهور؟ شوف راح اقول لك شغله، انا مو من النوع اللي اطلع بالاعلام واتباهى بان انا سويت شيء للنادي. مو هيك احمد صلاح، ولا راح اصير ولا راح اكون بهذا الشكل، ما اطلع انا بالاعلام واطلع لي 20 30 واحد يكتبون علي احمد صلاح تكسوره مع فلان المشجع، احمد صلاح راح لنادي الطلب، احمد صلاح سوى هيك. احنا نشتغل للنادي بس مو بالاعلام. ومستحيل اكو اشخاص يشتغلون بالاعلام؟ طبعا، هواي يشتغلون بالاعلام. كل من راح النادي طق له صوره ونزلوا لي اياها، انا احب نادي الطلب، الحب مو هيك. الحب اليوم انت متألم عن النادي، الحب اليوم من تطلع تحكي قبل مو هسه. احنا من كان النادي، من نادي زين كنا نحكي من كان النادي، يعني تجي فلوس تجي هاي كنا نحكي بس ما حد يوقف ويانا. اليوم من العالم كلها عرفت حقيقة النادي، اليوم كلها بدت العالم تنسحب، وبدت بدت بدت اشخاص تظهر على الصورة بين احنا ابطال قوميين للنادي، احنا ابطال قوميين للنادي. انا عكس هذا الشيء، انا اليوم اقول اللي يريد يخدم نادي الطلبة، اللي يريد يخدم نادي الطلبة عليه يروح للوزارة، اللي يريد يخدم نادي الطلبة يروح للوزير. يعني الخلل مو رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة؟ أنا ما لي علاقة بالأمور الإدارية حتى ما تحسب علي. اليوم الأخ على كاظم، وإذا أجى الأخ يونس، اليوم أنا أقول الدعم من مين؟ يونس لا علاء؟ لا يونس ولا علاء، اليوم الدعم من الوزير. من الوزير إيش وقت ما يدعم الوزير النادي ويصير اخفاق بذاك الوقت حاسبه النادي. انا ما اقول لك عمل كلام، ما اقول لك يحسب على انا ما جانب، انا مو بجانب احد ولا اجامل، انا حتى ما تحسب عليه بصوره مباشره الخلل للوزاره. لا، انا قبل فتره يمكن بحلقتك هنا قبل سنه قلت على الاخ على كاظم ان يستقيل. صح حتى ما تحسب عليه اليوم. انا بس اقول ليش يستقيل؟ ليش انا متحمل ذنب مو ذنبي انا؟ ليش انا المحبين اليوم نادي الطلبة يغلطون علي ويسبوني وشتموني واهلي وعرض؟ ليش؟ اتنحى عن الرأسة، انطيها تعال اي واحد يجي وخلي يشوف نادي يسوي شيء، وانا محب للنادي، ابقى محب للنادي وابقى ادعم النادي. انا اليوم لو كنت رئيس النادي اطلع واكون مشجع، وبكل مباراة اكون موجود مع النادي. هذا طلبة؟ طبعا، هذا حبي للنادي. انا اليوم لو رئيس نادي واشوف وصل بي النادي لهذه المرحلة، انا اليوم اتنحى وراح اصير اصغر مشجع نادي الطلبة، وفي حبي لهذا النادي، واطلع انا اليوم اصير مع رئيس النادي، مع نائب رئيس، حتى نوصل للنادي بصوره صحيحه. اليوم ما ترضى يعني حتى الفرق. انت قبل رايدك على كاظم اليوم تتواجد ويا الكابتن على كاظم، تتواجد كمدرب للطلبه تروح؟ انا ما توجهت لي دعوه، وانا اليوم اشتغل في نادي الشرطه، وما تتوجه لي دعوه رسميه وما عندي عمل، اكيد راح اقبل. هذا نادي مو يعني مو كيف راح تقدر تعمل بهاي الظروف كابتن احمد صلاح؟ ليش لا اعمل؟ اللي ما يعمل اليوم النادي
بس تعمل وفق معطياته. يعني موجوده، انت اليوم ما تروح مثلا تروح في وضع تخلي العالم تخسر ناسك. اساعد ايه، شردوني ما طلبه اساعدهم، بس ليش تشتغل بوضع في سبيل العالم تكرهك؟ مستحيل اخلي انا الجمهور طلبه يكرهني، مستحيل، ولا اوصل لهي المرحله. انا اليوم من رد اعتزل، انا ما اعتزلت بس من رد انهي مسيرتي كره القدم. ابو عمر 31 سنه جيت نادي طلبه، حتى الكل تعرف 32 سنه بقمه عطائي اجيت، يعني تقدمت كثير من العروض وما قبلت غير لعب نادي طلبه، وانهي مسيرتي في نادي طلبه. ما لعبت ببغداد غير لنادي الزوراء اللي قبل نادي طلبه، لعبت سنتين واخذ دوري مع سنتين مع نادي الزوراء. من لعبت طلبه خلاص ما لعبت غير طلبه في بغداد، حتى لا تحسب علي. انا من لعبت للشمال وفق ظروف الكل يعرفها، بس في بغداد لعبت بس نادي طلبه. تتمنى التوفيق اكيد النادي الطلبه اكيد طبعا. لا احكي لان ما يصير مو بس نادي الطلبه، الله شاهد يعني اليوم احنا من باع الانديه الجماهيريه، حتى بالاضافه لنادي الميناء ونادي النجف، اليوم تتاثر من تشوف الجماهير يعني تتباكى على فرقهم. حقيقه سعوف انا مدرب، اليوم انا احكي لك كمشجع، اليوم انا اتالم من اشوف الانديه بهذا الشكل. كنت تتوقع ان تغلبون البارحه النجف بهالعدد من الاهداف؟ التوقع غير والامور الفنيه غير، كنا نتمنى نفوز بس ما كنا نتوقع. بالتاكيد يعني نادي النجف نادي كبير، يعني مستحيل ان النادي بالعراق يفوز عليه اربعه، ولا راح تكرهها، خذ سجل علي، مستحيل نادي يغلب النجف اربعه هذا الموسم. يمتلك لاعبين على مستوى عالي، انا صرحت بعد بس هو منهار بسبب الامور اللي مر بيها بالعراق الاخير. هذا الامور شيء ثاني. استسالتني متوقع تفوز النجف اربعه، اي مدرب اليوم تروح يعني مدرب الغير النجف تساله تقول له، يقول لك مستحيل. نادي النجف انا برايي الشخصي احد الانديه الثلاثه لهذا الموسم. اها طبعا امتلك لاعبين على هاي اللاعبين، فريق ينافس. الدليل هو لحد قبل لعبه اربعه ضيعتوا قبل لعبه الحدود، كنتوا بامكانكم تغلبون اكثر من خمس ست اهداف. طبعا احنا البارحه احنا اليوم يكون احنا من حسن المرتبه الثالثه، احنا اليوم ما لك علاقه بنتيجه بمباراه واحده، احنا من حسن حظنا الفريق البارحه ادى اداء يعني فوق المتوسط، اداء ممتاز جدا. اليوم النتيجه كانت طيبه وكنا نضيف، لكن انا اقول لك نادي النجف قبل لعبه الحدود ما خسران ولا خساره نادي النجف. فاز على الجويه في ملعب ثلاثه، الجويه يعني مو من السهل تغلب القوه الجويه، ان نادي عريق مثل القوه الجويه تغلبه ثلاثه. نادي اللي يغلب نادي القوه الجويه ثلاثه هذا انا اسميه بطل دوري. اليوم تغلب الجويه ثلاثه هذا فريق منافس. انت اليوم في الوضع الطبيعي نادي النجف راح ينافس على المراكز الثلاثه. كابتن احمد اكو ضغوطات اليوم قويه على الشرطه؟ من الضغوطات؟ ضغوطات من الجمهور، من غير الجمهور ممكن يعني. شوف انا قلت لك اليوم احنا اليوم اكو حسد بالرزق، هذا الحسد وين ينتقل؟ ينتقل على المدربين، من المدربين ينتقل على اللاعبين. اليوم الاعلام قلت لك الاعلام القليل حتى ما تحسب على الاعلام القليل اليوم يحاول يسقط فلان من الناس، يسقط المدرب والمساعدين، ودائما مشاكل، دائما ما تجينا رسائل انتم مشاكل بينك وبين سعد حافظ، ومشاكل بين سعد حافظ المدرب، مشاكل بينك وبين علي شحماني، مشاكل بينك وبين رئيس النادي، او سعد حافظ مع رئيس النادي او المدرب. شوف هاي كلها في سبيل شو اصلون توصل الى مشكله، بس احنا لحد الان الحمد لله، يعني لحد الان احنا ما صارت لنا مشكله، من بدينا من الاعداد لحد هاي اللحظه ما صارت لنا ولا مشكله. حتى البعض يقول لي كابتن سعد وين؟ كابتن سعد مستشار فني. الكابتن مستشار فني طلع هو البارحه على يمكن ويا الاخ طه ابو رغيف، طلع قال انا مستشار في بدايه الامر، في وقت معين يحتاج للمدرب ان اكون اساعده. خلاص انتهت مهمتي ورجعت الى وضع طبيعي الى مستشار فني، وين المشكله بالموضوع؟ ماكو مشكله، اليوم المشاكل اللي تنخلق لنا في احنا في يعني في امر بعيد عنا. اتمنى ان نكون رياضيين صادقين، اتمنى ان ما نجرح، اتمنى لان احنا كنا مسلمين، واحنا كنا مسلمين وكنا نحكي بالقيم وبالمبادئ، واليوم احنا نحكي كنا نقول احنا نخاف الله، مخافه الله مو بس بالصلاه، مخافه الله بالتعامل، اليوم مخافه الله بكل شيء، مو بس انا اليوم اروح اصلي واقول انا اخاف الله وانا ملتزم، الصلاه مو مخافه الله مو بالصلاه، مخافه الله بالالتزام، مخافه الله صله الرحم بين الناس، بالعمل الصحيح، بالاخوه، اسعى يا عبدي، الله يقول اسعى يا عبدي وانا عينك، ما قال اسعى يا مسلم وانا عينك حتى تنحسب على الكل. اليوم الاسلام لا حد يفتهم في شيء غلط، انا اليوم والله احكي لك بحرقه، اليوم اللي يصير برياضتنا ما لها علاقه بالدين. انت عوف الدين لا تدخل بمجال في سبيل مجال ثاني. يعني تتوقع الدين دخل بالرياضه؟ اوه طبعا شلون؟
70% ناس قامت اني اني هيك واني هيك واني هيك واني هيك، ويحكي لك كل الله والله والله والله، هو ما له علاقه برب العالمين. هاي من تجارب يعني، انا احكي لك من قدام عيني يصير. هذا الشيء موجود بالشرطه؟ احنا اليوم عندنا ما موجود، انا قلت لك برا يحاول ياثرون علينا، يعني احنا كم، انا اليوم احكي لك كمدربين وكلاعبين، برا ما انا ما لي علاقه. احنا اليوم كمدربين كلاعبين مستحيل ولا صارت عندنا مشكله. ولكن تدخلات كابتن احمد صلاح اليوم باللاعبين بالتشكيله بتواجد اللاعبين يعني، هذا الشيء تدخلات ما... مين يعني قصدك؟ هو من هاي الاشخاص مستحيل واحد يتدخل بعملنا ان يفرض علينا فرض، مستحيل، ولا راح اقبل طول حياتي ان يتدخل واحد بعملي ابد ابد. ممكن ويا المدرب؟ ولا المدرب، المدرب انا ممكن انت ما تدري ويصير كلام ويا المدرب. فاني صح، القرار الاول والاخير للمدرب. كثير انا المدرب يعني اكو امور انا يعني واحد عكس الثاني، بخصوص لاعب، بخصوص ديل، بخصوص شيء يصير. هو قال الخلاف اللي بيني وبين كابتن احمد بالهذا، هاي تعطيني رؤيه، تعطيني بالعمل فشيء صحيح، رؤيه صحيحه. انا اليوم المدرب من توصل له حكايه ما يعني كل شيء يقول لي. فلحد هاي اللحظه ماكو احد متدخل بشغل المدرب، ولا يتصور الاخوان يعني المقربين البعيدين ان المدرب ياخذ كلام اي احد. هذا مدرب محترف يسمع الكل، يسمع اصغر مشجع الى اكبر مشجع، ويسمع كل الاداره، ويسمع كل المقربين، ويسمع كل الاداريين. بس القرار الاول والاخير ان القرار الاول والاخير انه، بس يبقى القرار اللي الفني البحث للمدرب، المدرب الاول هو اللي يتخذ القرار. زين، بصراحه كابتن يعني احمد صلاح دائما تتحدث ويانا بالصراحه، مباراه الطلبه مباراه صعبه. يعني شلون اللي اقرب لك الصوره، راح تدخلون نفس تشكيله النجف ام اكو امور؟ لا احنا كل مباراه لها وسبب غياب كرار يوم امس كان تحضير المباراة الطلبه. لا احنا شوف، انت ما اخفي لك سر، احنا اليوم ما عندنا لاعب انضم للمباراه الثانيه. احنا عندنا تقريبا بمخيلتنا عندنا 18 الى 17 لاعب، هم جميعهم نفس المستوى. احنا اليوم من نقعد على لطيف ونقعد كرار، اللاعب احمد محمد وعلي فاز، هم اربعتهم نفس المستوى. احنا بالنسبه لنا هم اربعتهم نفس المستوى، وانت تشوف كل لعبات، احنا كل لعبه نقعد لنا لاعب في سبيل تعرف انت، كل ثلاث ايام كل اربع ايام مباراه نريح في خط الدفاع لاعب، في خط الوسط لاعب، باستثناء اكو عندنا لاعبين صعبه نعوضهم لاعب ثاني. هاي خصوصية العمل، طبعا خصوصية عملنا حتى بالفترة بالمهاجمين كنا قاعد نلعب ايمن، قاعد علاء، لعب مهند، لعب عبودي. هاي الامور شوف تشكيلة الزورة تختلف على هاي التشكيلة، تشكيلة لعبنا وياها ويا الطلبة احنا ويا الشرطة ويا النجف. انت اليوم مع الطلبة احنا راح درسنا الفريق ونعرف يعني سلبياته وايجابياته، وراح نشوف عندنا جلسة اليوم بالليل وباكر. احنا يعني طبعا بعد كل مباراة عندنا جلسة على المباراة السابقة، عندنا فيديوهات نشوف، عندنا يعني برنامج وراح نشوف اللاعبين نقاط القوة والضعف، ونتأمل ان شاء الله التشكيل المناسب في هاي المباراة المناسبة. بعد مباراة الطلبة مباراة صعبة، احنا كل جوية. كل المباريات صعبة، كلها نفس الحساب. بعد الطلبة عندنا مع نادي السماوة وراها اعتقد ويا الجوية. لا الجوية قبل الأخيرة. اها التحضير يكون أصعب لهكذا مباريات؟ لو اليوم كل مباراة يلعبها الشرطة هي مباراة حاسمة، احنا بالنسبة ان كل مباراة نلعبها نهائي، يعني كل مباراة نلعبها نهائي كاس، كل مباراة بالنسبة لنا هذا تخطيطنا يعني. وكل مباراة لها خصوصيتها، كل مباراة لها تشكيلها المعين. يعني احنا ما نبدي، يمكن الاكثر العالم تقول نادي الشرطة قليل الانسجام، احنا مو قليل الانسجام، وانما احنا اكو امور بفريق المنافس نلعب اللاعب المناسب لهذه المباراة. احنا اليوم كاستراتيجية عمل احنا اشتغلنا شهرين على استراتيجية مالتنا، على تكتيك الفريق. اليوم ال 20 لاعب ال 25 لاعب يعرف ما يريد من عنده مدرب، يعني تشيل ايمن تلعب مهند يعرف واجبات مهند، يعرف واجبات ايمن شنو، تشيل حسين تلعب اكوتي يعرف اكوتي شنو واجبات حسين. فموضوع الانسجام، موضوع الانسجام هذا يعني هاي بدعه بالعمل الرياضي. انا اليوم الانسجام والانسجام والانسجام، الانسجام بالمباريات الرسميه، انا وياك انسجام اكو في بعض الاحيان، بس الانسجام موجود يعني في المباريات. يبقى العمل، يبقى التوفيق، يبقى عمليه اللاعب، انسجام اللاعبين فيما بيناتهم، انما انسجام التكتيك انسجام موجود. توصلنا رسائل
نقرأ بعض الرسائل. تحياتنا العادل اللطيف يقول السلام عليكم، تحياتي لك الكابتن أحمد صلاح. ممكن توصل هاي الرسالة للكابتن؟ لماذا يتم اللعب يعني ليش يلعبون بمهاجمين؟ لأن ينفق الدور صانع ألعاب، ولماذا يتم اللعب العلام هاوي كجناح مع العلم مركزه ظهير أيمن؟ يعني ليش اليوم يلعب بمهاجمين الشرطة؟ تحياتي الأخ، احنا ما نلعب البارحة، ما لعبنا يعني، لعبنا علاء مهاوي جناح، سجل علاء وصنع جول علاء، ومع المنتخب يلعب ظهير، ومع النادي يلعب شبه يمين. وين المشكلة يعني بهذا؟ احنا بقى حفزنا أربعة، ومن العناصر اللي فوز الفريق بها علاء. يعني من خططكم انه انتوا اليوم تلعبون علاء مهاوي مثل ظهير؟ او احنا حتى ما نكشف يعني هاي من خططكم، ما نكشف الامور للاخوان اللي يتابعونا، لكن هاي استراتيجيه عمل، احنا عندنا خصوصيات بالعمل، وهاي الخصوصيه على من احد نجاحها الخصوصيه بالعمل مالتنا. اكو لاعبين يريدون يتركون النادي اليوم على المرحله المقبله؟ اكو تعاقدات مع لاعبين؟ احنا بالتاكيد يعني عندنا ثلاث لاعبين او اربع لاعبين راح نستقطب ان شاء الله بعد هذا الكم الهائل من النجوم. ما عندنا كم هائل من النجوم، مدافعين نجوم، وسط نجوم، مهاجمين. ما عندنا لاعبين وسط، منهم النجوم؟ ليش عندكم؟ منو؟ انتوا تعرفوهم. ما عندنا. ما اريد نذكر اسماء. البارحة يعني تعرفت ان صارت لنا يعني صارت لنا بعض الامور. اليوم عندنا كان مهدي محروم البارحة. بقينا نلعب باثنين ارتكاز، لعبنا باثنين ارتكاز وما عندنا بديل لهذا الجانب. لين مصاب. اكو اصابة. حرمان. حرمان اصابة. انت يعني ثلاث لاعبين بين اصابة وحرمان. انت مو طبعا انت تكون انت محرج. الصورة. انت اليوم الصورة علينا، يعني احنا نمتلك 25 لاعب منتخب. احنا اليوم الصورة علينا الشرطة، نمتلك 25 لاعب منتخب. بالتأكيد. كم ماكو خط الهجوم كله منتخب. وانا منتخب وانا. علاء. علاء. وايمن ومهند. ايمن راح. ومهند استنسحب منتخب. العام يلعب بالكهرباء الولد. احنا نحكي هالموسم. احنا اليوم مهند من جبناه مو لاعب منتخب. احنا سمعنا المنتخب وتواجد وبين دوره. احنا اليوم مهند من وقعناه جبناه لاعب، يعني طيب احنا من طيس استعارنا لكهرباء رجعناه لاعب شاب، لاعب ويانا انسحب للمنتخب. يعني هذا لاعب منتخب احنا جبناه من على وايمن على بزار على جبناه من نادي زار، هو اصلا لاعب منتخب. علي فائز كلهم عندهم لاعبين منتخب. احمد باسل هاني كلهم عندهم لاعبين. الانديه اللي تحكي عليها انت كلها، احنا عندنا التشكيل الاساسي منتخب، والبديل نوعا ما جيد، بس هو معناها اني امتلك 25 لاعب منتخب. انا اطمح، انا اتمنى الاداره تجيب لي 20 لاعب منتخب. اتمنى اني كمدرب، انا اتمنى اجيب 20 لاعب منتخب. اتمنى حتى انا اسيطر على الفريق، وانا لاعب مرتاح كل ثلاث ايام كل اربع ايام مباراه. يعني معقول هذه الشرطه وفق هاي الامكانيات ما اجيب لاعبين؟ يعني ليش؟ اجيب لاعبين، شنو المشكله يعني؟ تتوقع الدوري يكون للشرطه؟ والله التوقع صعب، يعني الجوية موجود والزوراء موجود والنجف والميناء، التوقعات صعبة، والطلبة إذا صح أيضا ينافس، وين المشكلة يعني؟ وإحنا الآن مركز ثاني. أنتم مركز ثاني. مركز ثاني. بس الجمهور ده يطالبكم أن تكونون المركز الأول. من حق الجمهور، وإن شاء الله رب العالمين عندنا ثقة بنفسنا، عندنا ثقة بلاعبينا وإدارتنا، حتى عندنا ثقة بجمهورنا. ان شاء الله يعني مو بعيد عن نادي الشرطه الدوري. ايش يحتاج اليوم نادي الشرطه كابتن احمد صالح؟ يحتاج وقفه حقيقه، يعني وقفه واحده من الكل، لازم ان نتكاتف والعائله تصير بها مشاكل. بالتأكيد. بس العائله الزينه ما تنطي، ما يعني اخ ما ينطب اخوه، وفق من ضمن العائله اخوان، هذا الاخ من ما ينطب اخوه نكون ليش ده يصير؟ نكون ايد واحده طبعا تصير، لازم تصير، يعني بتعادل تصير، بخساره تصير. انا اتمنى نادي الشرطه ان جمهور مثقف وواعي، اتمنى ان يكون ايد واحده الكل، نتكاتف، والان وقفتهم مشرفه حقيقه، خاصه في هالمباراه حتى مباراه الزهراء وقفتهم مشرفه، ونتمنى لهم كل موفقيه ونتالق ان شاء الله. باقين وياكم مشاهدينا الكرام فاصل. قبل ما نروح للفاصل شويه نتحدث عن اتحاد كرة القدم. بصراحة يوم الاثنين أو الثلاثاء راح تكون لجنة المنتخبات اجتماع خاص، بالتحديد أعتقد مدرب المنتخب الوطني ومباراة السعودية وكيف ستكون ووضع استراتيجية عمل جديدة، بالإضافة إلى أنه رسالة من خلال برنامج المشهد الرياضي لمن يقود المنتخب الوطني، نتمنى أنه يكون اختيار الأسماء بتمعن للمنتخب الوطني، نتمنى يكون اختيار الأسماء للاعبين بتمعن. فاصل ونرجع نكمل حلقة المشهد الرياضي.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. كابتن احمد صلاح وصلتنا رساله يقولون صحيح كابتن ايمن حسين يطالب بالاستغناء؟ ما ايمن طينا استغناء، يعني وين هاي الاخبار؟ يعني انه ايمن خرج؟ ايمن عنده عقد بقطر والعالم كله تعرفه، بس اكو اخبار انه يريد يرجع للنفط. ما اعرف هذا شغل اداره، احنا اليوم كمدربين لاعب عنده عقد وعنده شرط، يعني عنده شرط بالعقد، اذا يجي عقد خارجي يطلع خارجي مو داخل، انه بالنفط او بالزوراء او بال... لا احنا داخلي ما نطي، هو لاعبنا، يعني شلون نطي بداخل لاعب ايمن، لاعب منتخب ولاعب مهم الفريق، شلون نفرط به احنا؟ مستحيل بصراحه. اللاعبين استلموا من مستحقاتهم طبعا دفع. ماكو اي اشكال بهاي الامور، الامور الماليه اللاعبين كلهم يستلموا مستحقاتهم وفق العقد. يعني كثير نسمع اخبار وقف الصرف عن نادي الشرطه، مش الصرف توقف الصرف، مش الصرف حقيقه وين؟ والله ما اعرف، هذا مو عملي، هذا مو عملي يعني، بس اللاعبين يعني لحد هاي اللحظه، لحد هاي اللحظه يعني واحد يحكي امانه الله، الاداره ما مقصره بهذا جانب، ولا لاعب يطلب النادي دينار بصراحه. شلون اشوف عمل الاداره وياكم؟ والله عمل محترم، احنا شنو لنا والعلينا موجود بنادي الشرطه، انا هذا اللي يهمني، اليوم توفر لي مستلزمات الفريق، توفر لي راتب الفريق وعقد اللاعبين، وانا ايش عندي وياهم؟ اليوم الاداره انا برايي الشخصي الاداره محترمه جدا من كل النواحي، خاصه الامور الماليه. احنا اليوم كمدربين احكي ما اخفي لك سر، انا اليوم عندي اهم شيء انطيه فلوسه. انا لاعب كل شهر يستلم راتبه وعقده ماشي وامور الحمد لله رب العالمين. يعني وين المشكله؟ ماكو اي مشكله بهذا الجانب، ماكو اي مشكله بد. الرواتب مستمره، ماكو اي مشكله، عقود اكو لاعبين اخذوا مو اكو لاعبين، يعني الكل مستلم مستحقاته، ما عندنا ولا لاعب يعني خلي يطلع لك لاعب يقول انا ما مستلم مستحقاتي من نادي الشرطه، الكل. يعني تتوقع هاي انه ضغط على نادي الشرطه وعلى اللاعبين انه هذا الكلام اللي دا يحصل؟ قلت لك يعني ممكن حسد عيشه و... ناس تتمنى اثر على اللاعبين هذا الكلام كابتن احمد صلاح؟ قلت لك انا نبات احنا نحاول، اني بعملي الشخصي احاول ما ياثر على لاعبينه، احاول. امس شفت فرحتك مع الكابتن باكيتا بتسجيل الهدف، هو كان فرحان اكثر مني، هذا فرحان اكثر مني. الضغوطات والكلام الحدث كابتن احمد بصراحه طبعاً كله صريح، انت الكلام هو المدرب متاثر، خاصه بهذا بين احمد يعني يشتغل ضدي. امبارح مرتك ضيف ايش قال لك؟ ايش بيه؟ قال ما انا ما اقدر اعوفك. قال ما اقدر اعوفك حقيقة، يعني انسان تعرف انا تمرض يعني قبل اسبوع، قبل لعبة الزوراء باربع ايام، يعني لعبتنا مع نفط الوسط. يوم واحد انا رحت التمرين، ما رحت بس ما كنت يعني اتوقع، والله الكريم اكثر من اهلي يسال علي. والله الكريم اكثر من اهلي خابرني. كل نص ساعة خابرني شلون صرت؟ بسبب الصراحة والعمل هذا جال الحب بينك وبين الكابتن باكيتا تتوقع؟ ايش بيه؟ الصراحه بالعمل شوف هو مدرب ممكن فكرك انه وياه اعطيك معلومه، المدربين البرازيليين يعني يمتلكون فكر خاصه بالامور النفسيه، فكر عالي جدا. يعني شلون احنا من نقعد انا اقول لك انا يعني بشخصي اعرفك انت ايش تريد. فهذا المدرب عمله التدريبي كثير، يعني يمكن اكثر مدرب بالعراق الان، يعني اخاف انسى المعلومه، اكثر مدرب عمل يعني عمره التدريبي بين المدربين الان الموجودين بالدوري العراقي، عمره التدريبي وبرازيلي وباكيتا وعنده انجازات مع انديه الخليج مع المنتخب البرازيلي يمكن ماخذ كاس عالم. بهذا الوضع المدرب يقرا المساعد اللي وياه، تعرف وفق عمر تدريبي كثير من الزمن، فهذا تعرف يعني يعرف شنو يريد من المساعد. فهو الرجل اول ما اجى تعرف يعني فتره شهرين ثلاث اشهر اربع اشهر عرفنا واحد بالنادي، مو 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 يعني مو سهله من يطلع مدرب قنوات الاعلام ويقول اني يعني اقرب واحد الي بالعراق احمد صلاح واعتبره مثل ابني وراح يكون مستقبل الكره العراقيه بالتدريب وما راح ابخل عليه بكل معلومه التدريب. انت تدري هو يوميا يجيبني قبل ساعه للتمرين، يشرح لي ما بعد اسبوع، بعد اسبوعين، بعد سنين يشرح، والقبل والبعد واللي اخذه واللي راح ناخذه يشرح لي ويعلمني. هذا المدرب يعني معقول انا هيك ما عندي اخلاق اروح اتامر على هيك مدرب؟ الناس اللي حكتها مع احترام يعني انا والله الكلمه ما شفتها لحد هاي اللحظه ما شفتها، بس اللي وصل لي من قريب المدرب المعرض
الكرة العراقية يمكن نازلين هيك منشور بدون اسم، يعني بس معرض الكرة العراقية، 1 2 3 4 5 هاي الامور اللي نزليه. زين من اللي كاتبها؟ زين انت اليوم معرض، يعني ناس محترمة، ناس محترمين، عوائلكم محترمة، يعني معقول اكو واحد بيكم شاذ يكتب اللي ما يرضى به الله؟ يعني اكو بيكم، اذا اكو بيكم فهاي محسوبة عليكم، يعني هاي ناشدكم، اذا بيكم انسان ما عنده مخافة الله وعنده مشكلة باخلاقه، فاني ما اعرف، يعني انا اللي ادري بيه، اللي ادري بيه مواقعنا، مواقع بالعراق كلها مواقع محترمة. شلون تنظر للمواقع؟ بصراحة كلها محترمة والله. اني كل اكو ابتزاز، اكو ابتزاز واكو نقد، وهذا النقد جدا محترم. اكو احيانا انت اليوم تسمع لك معلومه من انسان يعني بمجال الرياضه، هو كلش يمكن سنه او سنتين مجال الرياضه، واحنا صار لنا فلسطين مجال الرياضه، بس عنده معلومه تفيدني بعملي، يعني اخذها واشتغل عليها واطورها، اطور سلبيتي. اني اخذ من واحد عمره 6 سنين بالرياضه، اخذ من عنده. انا من كنت لاعب عمري 27 سنه، اخذت معلومه من واحد عمره 7 سنوات، 7 سنوات علمني على حاله، هو شايف بالتلفزيون علمني عليه 7 سنين، والله الكريم حق هذا المال. قال لي هاي معلومه لا تسوي هيك كابتن، 7 سنين عمره، واخذتها اخذ مو عيب. اليوم المواقع محترمه، مواقع بس اكو ناس عندنا مواقع تسقط. طبعا احنا كنا نعرف هذا الموضوع، احنا كنا نعرف اكو مدربين، هسه ابو فقه انا مدرب، اكو مدربين صف لا مدرب حتى تستلم مكانه، بس على صعيد الانديه للمنتخبات الوطنيه. انا اليوم احكي لك على صعيد الانديه، لان انا اليوم مدرب نادي، ما وصلت مرحله مدرب منتخب حتى اتابع هذا الموضوع. انا اليوم احكي على 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 الانديه، احكي اقول اي مدرب يجي بهاي الطريقه مستحيل الله راح يوفقه، مستحيل اي مدرب يجي بهاي الطريقه. راح يكون انسان، راح يكون انسان غير محترم، وراح يكون انسان غير مهذب، راح يكون انسان عديم الاخلاق اللي يطب هذا المجال، اللي يسقط مدرب حتى يستلم مكانه، وموجوده هاي الحاله. يعني الغايه وين؟ يعني مثل الغايه كسب الرزق، كل انسان وامكانيته اليوم الوصول الى الرزق، الامكانيه هي اللي توصلك كابتن احمد لو اليوم تتوقع الاختيارات اصبحت، يعني التدخلات والمجاملات هي من تاتي بالمدربين، حتى على ما احترامنا على وفق المنتخبات الوطنيه. اليوم مجاملات موجوده، بس اذا اكو مجاملات وامكانيه اهلا بها. اليوم اذا انت امكانيتك زينه واجاملك شكو بيجيبك، بس امكانيتك زينه مو امكانيه على وفق. من خلال كلامك مجاملات، على اصلا امكانيات ماكو، اكو مجاملات. اي لا بالمنتخبات انا اعتقد الامكانيه موجوده. يعني مدربين منتخباتهم جميعهم محترمون وعندهم انجازات. اما بالنسبه للانديه بالتاكيد اكو مجاملات، اكيد طبعا لازم اكو مجاملات. احنا اليوم نعيش ببلد يعشق المجاملات. شلون نتخلص من هاي الظاهره كابتن احمد؟ شو وقت ما يكون الرجل المناسب في المكان المناسب؟ وشو وقت ما نكون الوزارات تدعم الانديه؟ وشو وقت ما تكون عندنا مخافه رب العالمين بالعمل؟ ماكو ذني ثلاثتهن؟ اكو، لا شو ماكو، اكو. قلت لك لازم تصير تعمم على الكل، الكل لازم يعني نتفق على هذا. شلون شوف عمل الاتحاد؟ عمل الاتحاد يعني انا اوجه لهم اخوكم الصغير، اوجه لهم يعني اوجه لهم في النصيحه، اتحدوا ما بيناتكم. تحس هذا الشيء؟ حتى تصيرون اتحاد نموذج. تحس هذا الشيء؟ يعني شويه يعني ناس تحكي هيك، ناس تحكي هيك، بدوا حتى جيلي انا، يعني جيلي بدا جيلنا يعني 2007 ينتقد هواي، وهاي العمليه غير صحيحه. يعني بدا ينتقد عمل الاتحاد. من شاهدك تنتقد؟ مثل بعض اللاعبين من يطلعون انهم ينتقدون انا اليوم انت قلتي خلص انه انا التجأت للتدريب وخلص. لا بالعكس، ليش اذا اشوف انا حاله سلبيه ليش ما انتقدها؟ انتقدها، بس اليوم انا انتقد من اعيش الواقع. الواقع شيء. اليوم انا ما عايش واقع الاتحاد، انا ما مشتغل بالاتحاد، واعرف شنو الضغوطات، واعرف شنو العمل اللي هم يمارسوه، واعرف شنو يعني الامور، واطلع انا مرتاح هنا بالاستديو وقاعد وهم يشتغلون وانتقد، واقول اقول هذا الفلان ما سوى هاي شغله يعني اللي المفروض تصير، وانت ولازم اني اقيمك ولازم اني اطور، لازم اني اطور. انت تريد تطور روح اقعد يمهم هم معلمهم، شكو بيها ما بيش. انا اليوم مو مدرب، واكو مدرب جاي اشوف بيه امور سلبيه، ليش ما راح اعلمه؟ ليش اطلع اسقطه بالاعلام؟ اروح اعلمه، اروح اقول له انت عندك شغله 1 2 3
يتقبل المدرب؟ لازم يتقبل، طبعا يتقبل. انا اذا اجيك بالمخفي المدربين كابتن احمد ما يقبلون تتدخل بطولات المنتخب الوطني. طبعا ما اقبل، ما اقبل تنتقدني، ما اقبل تحشي علي، مو تنتقدني، ما اقبل تحشي علي. وسقطنا قدام العالم على اساس تسقط؟ انت اصلا ما تقبل انه انا اجي واحكي وياك؟ لا اقبل، بيني وبينك شلون ما اقبل؟ والله كثير والله انا احكي لك عن نفسي واحكي لك نيابه عن 70% الموجودين مدربين. اتحدى مدرب تروح له انت يعني مدرب باختصاص عمله، قول له عندي شغله وياك، يقول لهم باب الخوه والصداقه والمحبه، واني احبك وانت اخويا وانت هيك، او واحد اثنين ثلاث، شنو ما يستخدم اذا تفوت له بهيك مجال. بس طبعا اذا تقعد انت مرتاح، هو يعمل ويشتغل وينتقد وما اعرف، وتجي تقول له بالاعلام والله انت مدرب مفروض عليك كان تسوي هيك شيء، ليش ما سحبت فلان؟ وانت ليش ما خليت فلان بنادي؟ وليش بدلت فلان؟ ما يصير، انت ما عايش الواقع، ما يصير تسقط بالعالم. انت اليوم بهذا المكان راح يصير الشغله عكسيه، اليوم انا انت تجي هنا وانا راح هناك. وهم انا احكي عليك. ايش نحتاج اليوم؟ صارت اليوم، صارت اكو احد المدربين المنتخبات اليوم، انا ذاك اليوم دازيلي على الفايبر اللي دازيلي، شوف هاي العمليه، مدرب متشمت بمدرب لين خسر. مدربين على مستوى عالي منتخبات بالعراق، بالعراق عندنا مدربين هسه متشمت المدرب منو هاي اللي انطلع مدربين؟ ما يصير. انا يعني مستحيل اذكر اسمائهم، شخصيات محترمه عندها انجازات البلد، بس قلت لك وصلنا هيك مرحله. اتاسف انه وصلنا هيك مرحله. طبعا شو ما اتاسف، يعني اليوم انا اتشمت المدرب اللي كنت ادرب منتخب، واتشمت باخوي نبيل وهو فشل بهاي المرحله. مستحيل انا اوصل هيك مرحله. ليش ما نشاهد المدربين وياهم نجوم شباب يعملون؟ المفروض هذا الخلل بيمن؟ المفروض بالانديه والمنتخبات. بالمنتخبات كابتن احمد؟ بالمنتخبات ما اعتقد موجودين، يعني موجودين النجوم، يعني بالمنتخب الوطني موجودين. يعني بالوطني مثل نشوف لاعبين شباب اللي اعتزلوا قريبا او قبل فتره او جيلكم نشاهد يعمل وياهم. اليوم بيمن تعمل؟ اليوم بيمن تعمل؟ انت اليوم الاتحاد يريد يجيبك، بيمن تعمل؟ تعمل بالامور الاداريه؟ ما يصير انا اليوم اجيبك، انت اليوم بطلت واجيبك والاتحاد مستشار. بس عندنا لاعبين. من هم؟ عندك عماد محمد درب. عماد مدرب. اي عماد صح لو غلط؟ عماد يعني عماد انطي مدرب منتخب؟ لا مساعد. ايوه قصاي ممكن يكون مساعد. طبعا هذا عمل مو شرط وطني كابتن احمد، انت مساعد للاولمبي. انت اليوم حكيت بالامور الاداريه، الامور الفنيه تختلف. انا اليوم عماد مهيئ ان يعمل مع المنتخبات الوطنيه، قصاي كابتن، قصاي كابتن عماد كلهم مؤهلين، بس هذا اليوم تبقى وجهه نظر الاتحاد، هاي وحده. ثانيا عمل المدرب الاول، انا اليوم عندي طاقم تدريبي، يعني اليوم انا مدرب ما تفرض علي انت ولا رئيس الاتحاد ولا اكبر واحد يفرض علي يقول يجيب فلان وياك، ما اقبل. انا ما اقبل جيب الاستاف اللي، لان انا باكر انا راح احاسب قدام العالم. هذا ما يسمح بوقت البرنامج، انا اشكرك واشكر تواجدك، لكن باقل من 10 ثواني رسالتك الاخيره لجمهور الشرطه. جمهورنا اتمنى ان يتكاتف مع الفريق، وهاي الحقيقه صفه موجوده بيكم، وكلكم شجعان، واتمنى الله يوفقنا وان شاء الله ناخذ الدوري وكنا نفرح سوا. عوده اياد بنيان ان شاء الله. حجاد موجود. انا ما اعرف يعني ليش العالم هيك، حجاد موجود بس مسافر رجل. طبعا انا اشكرك واشكر تواجدك. شكرا كابتن. مشاهدينا الكرام، هذا ما يسمح به وقت البرنامج، اتمنى انه سلطنا الضوء على امور كثيره ووضعنا النقاط على الحروف. تقبلوا تحياتي، هذا أنا نبيل طارق في الإعداد والتقديم، نلتقيكم في لقاءات أخرى. للقاء.